طيب دلوقتي الساعة 9:05 والناس بدأت تنزل شغلها، والنهاردة يوم الاثنين ولسه في الذروة الصباحية، ومهم نعرف تطورات الحالة المرورية. هنضم إلينا مباشرة الزميل إبراهيم عزت من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة. صباح الخير يا إبراهيم. صباح الخير عليك يا همام، بصبح عليك وبصبح على منا وبصبح على متابعينكم ومشاهدينكم الكرام في هذا الصباح. صحيح الجو برد، ولكن هناك استقرار تام في الحالة المرورية، ما فيش طرق مغلقة، ما فيش شبورة على أي من الطرق. الإدارة العامة للمرور بتهيب بالسادة المواطنين متابعة الأخبار المتعلقة بالحالة المرورية، وبالتأكيد في ظل هذه الأجواء ضروري أن الناس تعرف حالة المرور والطرق والمحاور الرئيسية أخبارها إيه. ونحن نتحدث بالتحديد مع حضراتكم مشاهدينا الكرام من داخل إدارة مرور الجيزة، وسنستعرض مع حضراتكم عبر هذه الشاشات وعبر هذه الكاميرات المثبتة حال الطرق والكباري الخاصة تحديدا المتواجدة في محافظة الجيزة. وسنستعرض مع حضراتكم على الهواء مباشرة الآن ونحن داخل الإدارة العامة لمرور الجيزة. البداية ستكون من الشريان المروري المشترك ما بين محافظة القاهرة والجيزة، وهو كوبري أكتوبر. كوبري أكتوبر يعني ربما على غير العادة هناك سيولة كبيرة بيشهده كوبري أكتوبر في هذه الأثناء في الاتجاهين، إن كنا نتحدث على الاتجاه المؤدي لمناطق الجيزة كالعجوزة وشارع البطل أحمد عبد العزيز، والاتجاه الآخر لمدينة نصر والعباسية وهذه المناطق. هناك سيولة مرورية تامة في هذه المنطقة، ونتحول من كوبري أكتوبر إلى كوبري آخر، ولكن هذه المرة إلى كوبري الجيزة. كوبري الجيزة هذا الكوبري الذي شهد أيضا توسعة خلال الفترة القادمة، هناك سيولة مرورية تامة هكذا كما تتابعون مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة. هذه هو يعني الحارة المرورية المؤدية لشارع مراد بالجيزة البحر الأعظم، ونتحدث أيضا عن جامعة القاهرة. كل هذه المناطق بتشهد سيولة مرورية في هذه الأثناء، ومن هنا نتحول ليس ببعيد عن هذه المنطقة، نتحول إلى ميدان الجلاء. هذا الميدان واحد من أهم أيضا الميادين بمحافظة الجيزة، هناك أيضا سيولة مرورية. هذا الميدان الذي شهد تطوير وتغيير ربما للصينية الرئيسية في هذه المنطقة، هناك سيولة مرورية تامة. نتحدث على النفق يعني الجلاء بالاتجاهين أسفل هذه المنطقة وأيضا أعلى هذه المنطقة، وتحديدا هذه المنطقة لكوبري الجلاء ومن ثم قصر النيل. هناك سيولة مرورية تامة في هذه المنطقة. نتحول أيضا ما زلنا في الكباري، نستعرض مع حضراتكم الكباري المخصصة والمتاحة للمرور بالتأكيد في محافظة الجيزة. كوبري الدقي واحد أيضا من الكباري بمحافظة الجيزة، وهكذا كما تتابعون في هذه اللقطات الحية التي تأتيكم على الهواء مباشرة عبر هذه الكاميرات المثبتة من قبل الإدارة إدارة مرور الجيزة. سيولة مرورية تامة. نتحدث على شارع التحرير واحد من الشوارع الرئيسية بمحافظة الجيزة والذي يشهد سيولة مرورية تامة، ومن ثم الكوبري المنطقة أعلى الكوبري المنطقة المؤدية لجامعة القاهرة والعكس، هناك سيولة تامة في هذا الموضوع. نتحدث أيضا لمنطقة أخرى، وسنتحدث مع حضراتكم هذه المرة لميدان النهضة. ميدان النهضة أيضا هكذا، هذه هي صور كلها هي صور حية يعني الكاميرات من الكاميرات المتواجدة في هذه المناطق، سيولة كبيرة أيضا في هذا يعني هذه المنطقة. هكذا نتابع هنا جامعة القاهرة، هنا الاتجاه المؤدي لشارع مراد، حديقة الحيوان والأرمان، سيولة مرورية تامة في هذه الشوارع. واحد من أشهر وأهم الميادين بمحافظة الجيزة، نتحدث عن ميدان الحصري هكذا كما تتابعون أيضا في هذه الصورة. ميدان الحصري يعني أيضا سيولة مرورية
كبيرة وملحوظة في هذه المنطقة. فقط هذه العربات التي نتابعها هكذا هي سيارات السيرفيز التي تحمل يعني ربما بصورتها الطبيعية، ولكن بعيدا عن هذه الصورة هناك سيولة كبيرة في هذه المنطقة. نتحول مشاهدين الكرام مع حضراتكم في صور حية أخرى لاستعراض الحالة المرورية، وفي هذه المرة نتحول مع حضراتكم إلى هذه الصورة ميدان الرماية. ميدان الرماية أيضا واحد من يعني أهم الميادين الكبرى بمحافظة الجيزة، هناك سيولة مرورية تامة برغم أن هناك أعمال إنشائية وربما أعمال في هذه المنطقة، ولكنها لن تؤثر على حركة السير بالصورة الطبيعية في يعني الاتجاهات المختلفة لهذا الميدان. وسنختتم مع حضراتكم من هنا من هذه الصورة ميدان سفينكس، لنتحدث على الطريق المؤدي لجامعة الدول العربية وأيضا أحمد عرابي. هناك كوبري مايو تحديدا، هذا الكوبري الذي نتابعه، سيولة مرورية تامة في هذه المنطقة. إذن مشاهدين الكرام تابعنا مع حضراتكم في هذه اللقطات وهذه الكاميرات من إدارة مرور الجيزة. يمكننا القول أن اليوم هادئ تماما برغم أن الجو برد شوية، ولكن حالة المرور كويسة جدا، هناك انسيابية في حركة المركبات بصورة عامة في محافظة الجيزة. من إدارة مرور الجيزة نعود مرة أخرى إلى زميلي همام، وإليك مرة أخرى همام. شكرا جزيلا ابراهيم عزت مراسلنا من الاداره العامه لمرور الجيزه. يبدو ان هناك حاله او سيوله وسهوله مروريه في الشوارع والطرق الرئيسيه، اذا ما كانت هناك امطار ربما قد يتغير هذا الحال، لكن حتى هذه اللحظه سيوله مروريه تبدو سمه رئيسيه في الشوارع الرئيسيه للجيزه وحتى الكباري المؤديه من القاهره الى الجيزه. معلش انا عندي شويه انانيه كده، انا بركز على الطريق لمصر الجديده تمام وفي سيوله مروريه زي الفل، يعني ممكن اسقط الباقي شويه ما بركزش على الباقي، يعني كل واحد برضو لازم يبص على خط السير بتاعه يعني. طيب